هات يا ابي هات هات. شو هات؟ بدي اشتري. والله عن جد عم تحكي يا ابي؟ ايه ابي ايه شو فيها يعني؟ لا روح ارتاح انت خلص نحن عم نشتغل. لك حبيبي بدي اشتغل صدقني من قله الشغل حاسس حالي كانه رح يصير عمري شي 70 سنه. الله يطولنا بعمرك يا ابي اعجن لي هالعجنه لسوق. لا ابوك بده يعجن العجنه. ايه شو عليك؟ ايه بعجن شو بك؟ طيب يا براشد. والله طيب يا براشد. يا رب. والله من بعدك حد يعجن. لا والله يا ستار ناولني زور طحين. امرك يا ابي ناولني لك. عطيه للمعلم. عطيه شو بده؟ عطيه حطه هون يا عشت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابي. دكانة ابو صبري مفتوحة يا ابي. مين فتح هالدكان؟ وفيها صبري افندي ورشدي بيك يا ابي. خليكم بشغلكم. يلا شرف رشدي بيك. هي الدكان استلمها. وهالقماش يا صبري شو رح تساوي فيه؟ يا سيدي هالقماش كمان مع الدكان. سيدنا هي الدكان عزيزة علي كتير والحمد لله انها رح تكون مهر لبنتكم ميداد. بس بدها شوي تصليح مو هيك؟ سيدي الدكانة صارت إلها بقى بتبيعها بتأجرها بتصلحها هي حرة. صحيح الدكانة صارت إلها بس وراء التنازل وينها يا صبري؟ ولا يهمك سيدي أنا يوم كتب الكتاب إن شاء الله رح جيب الشيخ مشان كتب الكتاب ورح جيب كمان كاتب العدل لحتى يكتب الدكانة باسم ميداد خان. برافو برافو هذا المطلوب يا صبري. سيدنا ما في شيء غير وكل شيء راح يكون باسمها. تفضل هي مفتاح الدكان. شكرا مبروك عليك كمان ميداد يا صبري. الله يبارك فيك سيدنا. انا تسمح لي لازم ارجع على السرايا. ما بدنا نشوفك عنا اليوم المساء؟ معلوم هذا راح يكون شرف كبير لي. انا في انتظارك ان شاء الله باذن. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي رشدي بيك. خير رشدي بيك؟ رايح جيب الغالاتي مشان بدي الغال دكانة ابو صبري. اشتريتها رشدي بيك؟ لا والله ما اشتريتها بس صارت من املاكنا. لانه ان شاء الله تفرحوا باولادكم صبري افندي خطب بنتي والدكانة مهرها. مين؟ بنتي الكبيرة وداد وكتب الكتاب الخميس الجاي. وانت اول واحد بيعرف بالخطبة. وأول واحد بينعزم على الحفلة. أو عم تجيها؟ لا إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أبو راشد. السلام عليكم. عطبان. شرف رشدي بيك. هي الدكان استلمها. وهالقماش يا صبري شو رح تساوي فيه؟ يا سيدي هالقماش كمان مع الدكان. سيدنا هي الدكانة عزيزة علي كتير والحمد لله انها رح تكون مهر لبنتكم ميداد. بس بدها شوي تصليح مو هيك؟ سيدي الدكانة صارت إلها بقى بتبيعها بتأجرها بتصلحها هي حرة. صحيح الدكانة صارت إلها بس وراء التنازل وينها يا صبري؟ ولا يهمك سيدي أنا يوم كتب الكتاب إن شاء الله رح جيب الشيخ مشان كتب الكتاب ورح جيب كمان كاتب العدل لحتى يكتب الدكانة باسم ميداد خان. برافو برافو هذا المطلوب يا صبري. سيدنا ما في شيء غير وكل شيء راح يكون باسمها. تفضل هي مفتاح الدكان. شكرا مبروك عليك كمان ميداد يا صبري. الله يبارك فيك سيدي. انا تسمح لي لازم ارجع على السرايا. ما بدنا نشوفك عنا اليوم المساء؟ معلوم هذا راح يكون شرف كبير لي. انا في انتظارك ان شاء الله باذن. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي رشدي بيك. خير رشدي بيك؟ رايح جيب الغالاتي مشان بدي الغال دكانة ابو صبري. اشتريتها رشدي بيك؟
لا والله ما اشتريتها، بس صارت من املاكنا. لانه ان شاء الله تفرحوا باولادكم. صبري افندي خطب بنتي والدكانة مهرها. مين؟ بنتي الكبيرة وداد، وكتب الكتاب الخميس الجاي، وانت اول واحد بيعرف بالخطبة واول واحد بينعزم على الحفلة. او عم تجي؟ ها لا، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو راشد. السلام عليكم. عطبان قلبي على البشر كلها، نسوانها ورجالها، كبارها صغارها وشايلين حمالها، واللي زرع فينا البلاوي وهج وتخلى. عطبان قلبي على البشر كلها، ورضيان قلبي بس على اللي تمسمر، لا فرطوا ولا تورطوا ولا داوروا ولا ناوروا، وفيهم جمال الكون يتجلى. شو في عجاج؟ عتبان قلبي على البشر كلها. عجاج وين رايح؟ فوت رجوع. فوت. عجاج شباب، شو فيك عجاج؟ قلي احكي يا عجاج. مين في هون سلمو؟ حشاش لا تتحرك. شو عجاش؟ يعني طول الطريق وانت ساكت، وصل لك ساعة قاعد هون وضليت ساكت. شو في؟ فيش خلقك يا عجاج، فيش خلقك. اهدى سلمو اهدى، لا خليني روح اخد طاري منه. لا شو تروح تاخد بتارك؟ عود هلا تحبك لا تحرك. عم قلك زكو مستفردين فيه ولحنا حالنا هون هلا. لك عود هلا عم بقول لك مو وقتها. ليش مو وقتها؟ بس فهمني ليش مو وقتها؟ لك سلمو، لك شو زيد انه لحنا هلا لساتنا محبوسين؟ يعني ما علي اذا ضل صبري انه شافونا لحتى ينقري، وهالمرة اذا انقرى ما بتطلع قرقته الا ويطش توقيعه على شنقنا. هذا هلا هو عم بقول لك خلينا نسمع هلا شو عم يصير بيناتهم. شو هيك ولا؟ اي ماشي ماشي، خليك هلا انت هون. عمي اذا ما بدك تحكي قوم خلينا نروح. قوم يلا على الحاره، ما عاد بدي روح. ليش بقى عجاج؟
ما عاد بدي فوت على الحارة خلص. شوفي شو صاير معك؟ وداد راحت لك سطيف. انخطبت. انخطبت؟ امتى؟ شلون دريت؟ من ابوها لك سطيف، من ابوها. اليوم سمعته عم بيقول انخطبت. مين اللي خطبها؟ صبري أفندي. صبري؟ إيه؟ صبري. ومهرد كانت أبوه. أيوة. شو ساوي لك سطيف؟ شو ساوي؟ كرمال الله قلي شو ساوي؟ لك أنا بحبها لويدا. راح تروح من بين ايدي. قوم معي يا جاج، قوم معي. لوين؟ لك حبيبي قوم معي، خلينا نروح لبيت ابو شريف. مالي رايك؟ مشان الله يا جاج، مشان الله خلينا نروح. قوم هلا بنحكي لابو شريف، هو بلاقي لنا شي حله. قوم يلا يا جاج، يلا هلا بكون ابو شريف عم يستنانا على العشاء، وبتعرفوا انت ما بيتعشى لحتى نجي. قوم قوم الله يرضى عليك، امشي قدامي شريف. زكوك شو كان بدهن هدول؟ لك انبسط لك سلمى انبسيط، ربي بعدي اسمه ما بده يفضحنا سترنا. طيب شو سمعت منه هون؟ عود عود احكي لك شو سمعت عود. ما بدنا ناكل، رح اجلي الاكل هلا. عود احكي لك شو في اخبار. عود نأجل الاكل. هات شو لك. ايه ايه جاي جاي. لك جاي. اهلين براشيد. عجاج اجى لعندك اليوم؟ لا ما اجى. لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم يا رب. خير يا براشيد؟ شو بعجاج؟ ترك الدكان وراح. مشان شو؟ رشدي بيه خطب بنته وداد لصبري افندي. شو؟ مثل ما عم بقول لك، كنت واقف انا وعجاج لما اجى رشدي بيك حزمنا. والحفله والخطبه يوم الخميس الجاي. لك شفت لك سلمو؟ لك شفت انه لساتك حمار؟ يخرب بيت قلبك. هلا انا لو طاوعتك وفزيت انا وياك قتلنا عجاج وسطيف. ما كنا سمعنا كل الاخبار الحلوه وكنا وقعنا بمشكله الى اول ما لا اخر من ورا حمرنتك. ايه طب انا شو بعرفني لشو جايين؟ لكن ليش انا دائما بقول لك انك حمار؟ مقبولة منك أخي زكو، مقبولة. بس ما قلت لي شو بدنا نساوي؟ لازم صبري أفندي يعرف بكل شيء قال هون. وحكت له زكو، وحكت له. ها ليش بقى ما قال له؟ لأنه ببطل يتجوز بنته لرشدي، وهيك بتصير مشكلة بينه وبين رشدي. لك ما أنا هذا اللي بدي إياه يصير يا حمار. مقبولة، مقبولة منك زكو. بس ليش ما بدك ياه يتجوز يا زكو؟ ولك أخ أخ لو بتفكر بنص اللي أنا بفكر فيه. زكو وأنت بشو عم تفكر؟ ما رح أقول لك سلمو، ما رح أقول لك. وخليك حمار قوم ساوي العشاء. إيه وأنا شو بيعرفني وين راح حجاج؟ يعني والله مو حلوة يترك الدكانة وما يقول وين رايح، ما أنا ولد صغير. حفيظة أنت سكتي ما دخلك. لكان حلوة منه يترك شغل الدكان علينا ويروح يتسلى هون وهون. قول ياسين، قولوا بلا كترة حكي. انتو هيك كلمة الحق بتزعلكم. ايه والله. ولك حفيظة قلت لك سدي حلقك وخرسي. ايه ماشي. دائمة. ما بدك كل عصبية يا عمي. روح انت التانية. ياسين. نعم يا بي. تروح تشوف عجاج اجى لبيت ابو شريف؟ مثل بناني. امرك يا بي. والله وانا هيك عم بقول له يا عمي ابو شريف، ما عم يرد علي، فهمه. كل حال يا عمي. ما رضي يخطب لي. مو نصيبك عمي، مو نصيبك. ابوك بيحبك ورايد لك الخير، ليش ما عم تفهم علي؟ بلا عمي بلا عم بفهم. بس أبي لو
لو كان بيحبني كان خطب لي يعني. لا مو مضبوط الحكي. انت لو شفته كيف كانت حالته عندي بالبيت كنت عذرته. شويه تاني كان رح يبكي من كثر ما بيحبك. كان رح يبكي؟ ايه عمي، لانه بيحبك. هو صحيح سيء عليك شوي ما خطب لك اياها، بس صدقني عنده اياك بالدنيا كلها، خص نص عن كل اخواتك. خذ مني الحكي وصدق. فين بيكون انا جاي لعنا مبشري؟ هذا اكيد اخوك جاي يسال عنك، وابوك بعته من شانك. هو مفتاح الباب سطيف. ماشي خليه يفوت مشان يصدق الافندي. اهلين يا سيلو. اهلين سطيف. وينو عجاج؟ جوا فوق. لك من الرجال ما بصير تكون حالته هيك اذا حلت عليه اي مصيبه. بعدين كان المفروض تسالني ليش انا ما رضيت اكتب لك اياها، بس ما سالتني ليش. وصايا ابن البنت ما دخلها وما بتعرف ماضي ابوها الاسود، بس بتضل بنته. بنته شوف يا ابني، راح احكي لك شيء ما بتعرفه. رجلي بيك هذا الكلب هو سبب طلعتنا من الحاره، انا وجدتك وستك. وبدي كمل ندالته وياخذ دكانه ابو صبري يلي هي بالاصل دكانه جدك. ايه جدك، يعني ابو صبري اخذ الدكانه ورجلي بيك اخذ البيت. اخذ بيتنا، بيتنا اللي ربينا فيه نحن واجدادنا يا ابني. وانا عم يحترق قلبي حرق من جوا لرجع الدكان والبيت. بتقلي خطب لي وداد بنت رجلي؟ شوف يا عجاج، إذا بدك أبوك تنداس كرامته تحت التراب، أنا مستعد هلا روح لعند رجلي وأخطب لك بنته بنفسي. و إذا ما بزوزك يا عم، بس قول إيه. ما عاش اللي بده يدوس على كرامتك يا أبي وأنا عايش، ما عاش. لا والله ما عاش. فشرت بنت رجلي وفشروا كل بنات العالم لأجلك يا أبي. الله يرضى عليك يا أبي، الله يرضى عليك ولبسك ثوب العافية رب العالمين. كبيري أبو راشد وبتضل كبير، وهذا الفرس من الفارس. أهلين بالرأي. أكيد أبوك روقك معي. إيه يا عمي إيه. الله يخلي لي إياه ويدي من فوق راسي. لك شفت شلون أبوك يحبها؟ شفت عمي شفت. أنا هلا رأي. أنا هلا رأي.
تنبش الماضي يا أبو راشد. ولادك أغلى من كل شيء راح منك، أغلى من بيت أبوك ودكانته، وأغلى منك. بس إذا حدا بده يقرب على ولادي لا أحرق الحارة ويلي فيها حرق. تفضل ابن عمي، العشاء جاهز. يلا جاي. الله يرضى عليك. بهي الليلة رجالي راح يفوتوا على بيت أبو شريف ويجيبوا لي من عنده الخدم تبعه. بس ما قلت لي شو بدك فيه؟ لا، الخدم ضروري كتير، لأنه بالخدم أنا بقدر أنقل كل الملكانات اللي بيقسموا على اسمي أنا. ونحن شو بدنا بمالكاناته يا صبري؟ ما بدنا نوجع راسنا بقضايا تزوير مالنا فيها. بعدين هلأ شغلي صارت صعبة كتير. ما بتقدر تنقل شيء باسمك إلا ما يكون صاحب المالكانات معك بالطابو. أنا رأيي خلينا ننحش الوراق جنب بيته. والمستند كمان؟ لك هلا مين جاب سيرة المستند؟ ما أنا بدي الختم مشان المستند يا رشدي بيك. إيه إذا مشان المستند جيبه. أما المالكانات أوعك تفكر فيها يا صبري. مساء الخير. يا مساء الفل والياسمين. أهلا. عود صبري يا فندي، عود عود عود. مشان واجبة. كلك ذوق. ضيفي خطيبك الأول. تفضل صبري يا فندي. إن شاء الله بيسلموا الأنامة. تفضل. يسلموا بابا. صبري أفندي يعني. اللي أفندي. شو بدك يعني إقول لك يعني؟ قولي لي يعني يا ابن عمي يا جوزي يا خطيبي صبري أفندي. بس كل اللي حكيته لسه ما صار. إيه خلص، الخميس الجاي إن شاء الله رح يعني نكتب الكتاب ونساوي العرس مع بعض. بس ينكتب الكتاب بقول لك خطيبي. مالك بالعادة تكون كريم هالقد يا صبري؟ تدفع مهر وداد كانت أبوك؟ بس أنا ما رح خلي جوازي تصير، وكلفتني طلعي. معلش. لك يا بابا، حدا بيحكي مع خطيبه هيك حكي؟ شو؟ قال لسه ما صار خطيبي، لسه ما صار جوزي. عم قلك اليوم دفع مهرك، ومهرك هو دكانة أبو صبري يلي كل أهل الحارة بتمنوا تصير له. بس أنا ما بدي منه شيء. لك يا بابا يا حبيبتي، شلون ما بدك منه شيء؟ عم قلك هذا مهرك، يعني حقك حقك، فهمية بقى. ما بحس انه هو بده يتجوزني لانه بحبني، بس اطلع بعيونه بحس انه الشر عم يطلع منه. بحس انه في شيء هيك من وراه، في شيء قصه، في فادي. والله العظيم انا بخاف منه. هذا مصيبك اختي، مصيبك. اي لا، لسه ما صار نصيبي. أنا ما بدي إياه وما رح أقبل فيه. شو رح تساوي؟ رح أهرب مع عجاش. شو؟ إيه رح أهرب مع عجاش. أوعيك بدها، أوعيك تساويها، أوعيك. وما رح أتجوز غيره. شوفي. أوعيك. أوعيك يا أخي، إن شاء الله أوعيك تساويها وتهربي. لأنك رح تخسري كل شيء، كل شيء.
أنا هلأ ما عاد بدي إياه لصبري، ما عاد بدي إياه لأني كرهته، كرهته كره العمى. عيلك أنت الله يوفقك. عجاج عجاج لك ما لقيتي غيره؟ هذا اكيد بلف لهلا، بس مع مين بدك تلعب يا عجاج يا ابو راشد؟ ابو راشد؟ ايه ايه ابو راشد، هذا اكيد ابو راشد هو يلي عم يعلم علي، بس ما راح تكمل لعبتك، ما راح تكملها معي، انا رشدي يا ابو راشد. ايه كل يلي قاله ابوك مزبوط. بس عمي ليش تطلع من الحاره؟ ليش ابوك ما قال لك؟ قال ايه وانا ما بقدر اقول لك. يعني بتعرف؟ ايه بعرف وما بدي احكي. ايه عمي ايه، بس يعني جدي عمل شغله ما بتسوى. لا لا ابدا، جدك ما سوى العيب، بالعكس جدك كان اشرف واحد بالحاره، بس ولادين الحرام تآمروا عليه وطلعوا عن طوره لحتى طلع من الحارة. مين أنا نعمي أبو شريف؟ من بيناتهم يلي قالك عليه أبوك رشدي. هذا واحد منهم يا عجاج. والباقي مين كمان؟ مو ضروري تعرف حدا، بس بقلك دير بالك من كل راس بالحارة أو عامل لحاله راس، لأنه ولادي الحرام لسه ما ماتوا يا عجاج، ما ماتوا. بتدوري له على عروس العجاج. بس والله خايفة ما يوافق يا ابن عمي. لا 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 رح يوافق، هو مبسوط، بس قول ان شاء الله نتوفق ببنت الحلال. يا رب. تعرف ابن عمي؟ هات اللي شوف. شو رأيك روح زور ابو شبلي بدوما؟ ليش قد ايه صار عمره وجيها بنت ابو شبلي؟ داخلة بال 15. وعم تستني؟ ولهلا عم تستني؟ لك شو بكي ساكتة؟ يعني انت موافق نخطب له اياها ابن عمي؟ لك معلوم موافق، شو بدنا احسن من هيك نسب بنت ابو شبلي؟ الله يجعلها من نصيبه يا حق. ايه بدها تعجبه كثير يا ام عجاج، بعدين هي بنت ابو شبلي وعجاج بحب ابو شبلي كثير. بس ما تواخذني ابن عمي، ما رح سكنه هون بين اخواته؟ ها لك هو وين بدنا نسكنه؟ رح اخذ كمالة ورثتي واشتري له بيت فيه. ورثتي؟ ايه شو بدها اشتري له ورثتي؟ يا دوب تشتري له بيت صغير وطير ومنافعهم. لكن شو العمل ابن عمي؟ انا رح اقول لك ام عجاج، المصاري اللي رح يطلعوا لك من ورثتك انا بحط فوقهم كمان شوي وبنشتري بيت كبير يسعنا انا وانت وعجاج. شو قلتي؟ ايه شو بدي اقول يعني؟ ربي يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا تاج راسي انت. ورح نكتبه باسم عجاج، وهذا البيت بنسجله لام راشد واولادها، وهيك ما بكون ظلمت حدا من اولادي. مزبوط، بس بنتك اميره شو؟ بنتي اميره الله يسلمها، رح سجل لها نص الدكان. صاي جدي كان غني عمي ابو شريف؟ ايه غني والله غني. يعني كان معه مصاري كثير ما هيك؟ لو تعرف هالحارة الناس شو كانوا يسموها ما كنت سألتني هالسؤال. شو كانوا يسموها؟ هي الحارة كانوا يسموها حارة الطحم، على لبق جدك الله يرحمه. يعني هي حارة جدي ما هيك؟ ايه هي حارة جدك، ما بدي لك انه كانت نص الحارة من املاكه، بس شي راح صدقه، وشي راح فك حاجة، وشي راح سرقه ونهيب، وشي باعه وقت اللي طلع من الحارة. عمي ابو شريف شو عمي؟ ما رح تقلي ليش طلع جدي من الحارة؟ لا ما رح اقول لك، بس اوعك تفكر انه جدك عمل غلط. جدك طلع من الحارة اصرار للشر، لو ما طلع كان صار بلا كبير كبير كتير وفوق ما تتصور. والله يرحم جدك شو كان قبضاي ورجال وزقرت، وابوك طالع له وانت طالع لابوك وجدك. كنا يا دنيا جيران وحيطان تسانت حيطان، بحارة كبكوبة خيطان وملفوفة علينا، هجوا اللي هجوا وعافونا وضل اللي ضلوا يحمونا، داري كل شيء بيشبه كل شيء. خير بابا؟ صباح الخير. شو بلاقيك فايق بكير اليوم؟
ليش انا نمت لحتى فيه وقتي؟ ليش خير بابا؟ يعني ما بتعرفي ليش؟ لا ما بعرف. باديا. نعم. شو قصة اختك مع هذا الاجدب عجاج؟ ما في شي بابا، ما في شي. فاديا لا تكذبي علي، انا امبارح سمعت كل حديثكم بالقوه. شو؟ ايه سمعته. سمعت اختك وداد عم تقول بدها تهرب مع عجاج. عجاج؟ عجاج؟ بابا هي والله ما كان قصدها تهرب. بنت شو بدها تنزلني بالحاره؟ انا هيك ربيتكم؟ هيك ربيتكم؟ بابا هي ما كان قصدها انه تهرب. لكن شو قصدها؟ شو؟ بابا هي ما بدها تتجوز صبري لأنه ما بتحبه. ما بتحبه؟ يا سلام، بتجوز شغلي على كيفها؟ بعدين شو اللي عاجبها بهذا الأجدب عجاج؟ ها؟ يعني عجاج أحسن من صبري؟ قليلي أحسن من صبري؟ بعدين كيف تسمح لحالها تعمل علاقة مع واحد مانو من مستوى عائلتنا؟ ها؟ وأنا عم أقول لحالي شو هالاستقبال اللي كان يستقبلني فيه عجاج كل ما يشوفني بالحارة؟ أتاري المي ماشي من تحتي وأنا ما معي خبر. لكل شي توقعته إلا تكون وداد على علاقة مع هذا الأجدب عجاج. بابا القصة مو مثل ما أنا كنت مفكر. هي ما بتحبه العجاج، بس هي ارتاحت له شوي لأنه كان لطيف معه. يعني لساتك عم تكذبي علي، ها؟ بس مو الحق عليكي ولا على اختي، الحق علي انا اللي سمحت لهيك ناس يفوتوا على بيتي. شوفي بتنبي اختك تقعد عاقله، والا اذا طلع خلقي من حدا بمسحه من على وش الارض مسح. انا راح انسى كل اللي سمعته امبارح، فهمتي؟ شلون سمعنا؟ ما بعرف. يا لطيف الله يستر. خايفة على حالك وداد؟ لا بس خايفة على عجاج يقوم يصير له شيء. شو بده يصير له العجاج؟ ما بعرف بس قلبي ناقصني من ابوكي وصبري ليقوم يساوي له شيء. ايه بس صبري ما بيعرف شيء عنك وعن عجاج، بعدين ابوكي قال انه نسي القصه، ومو معقول ابوكي يقول له شيء لصبري عن عجاج. ان شاء الله ما يعرف. فاتيا شو؟ قولي لابوكي انه انا مستعده انفذ له كل اوامره، وما رح اخزيه بالحاره، رح اتجوز صبري. بس قولي له انه عجاج ما دخلوا ابنه. أنا بعرف إنه ما راح تخزيني، لأنه بعرف شلون ربيتها وربيتك أنت يا فاطمة. بعدين أنا شو بدي بهذا الأجدب عجاج؟ آه؟ أصلاً هو وأبوه وعيلته كلها ماني قايمون من أرضه. وقولي له أبوك يسامحك. عن جد بابا؟ شكراً بابا شكراً. شلون هيك راحت عن بالي بنت اخي وجيها؟ ما بعرف، لانه النصيب ان اوانه يا ام عجاج. ايه والله ان اوانه، بكفينا تاخير. وامتى راح تروحي تشوفيها؟ يعني من كل بيت بكره وبكير اذا قدرت. يو ليش بكره؟ ليش من اليوم؟ دق الحديد وهو حامي يا ام عجاج، على قامتي شو نايطه؟ لا اليوم مالي رايحه. لك ليش؟ لاني اليوم بدي اروح لعند ام بشيره، بعدين بدي عجاج يجهز حاله مشان اخده معي. وما رح تاخدي معك الداية بهيجة؟ ليش الداية بهيجة؟ ما لها لزوم. لك هي مطمزق مع عجاج، لك لا تقوم تزعل مني. ليش لحتى اخذها معي اصلا؟ ليش؟ وجاها. لك يا ام راشد انا رايحة زيارة لبيت اخي، مو لعند واحد غريب، يعني زيارة عائلية، شو حشرة هي بيناتنا؟ بعدين بجوز انا نملي كم يوم عنده. يا مو تقبريني خديني معك، والله اشتقت له لخالي ومرت خالي ووجيها. تقبري عداكي، رح اخذك يا نوالة عمري، رح اخذك، بصير ما اخذك؟ لك تسلمي لي يا رب.